نعرف انه بلال عيفة عبر اكثر من مرة انه رافض الخطة الجهة اليمنى، نعرفه مع اندري كوزي حطوه في موقف يعني صعيب وجبه رفيقي خلاه يلين بشار وبشار. هي كل الخسارة جي ما ناس كل خسرنا، ما فما حتى واحد مسؤول أكثر من غيره، بلال عيفة ولا أي لاعب ثاني يجتهد يقوم باللي يزمه يتعمل، بعض التوفيق من عند الله. يعني بلال ستنجور اللي عنده برشة تجربة يتعدى بوضعية سبيسيال شوية، لازم نطلبين احنا الناس كل باش نقفوا مع بلال ومع الناس كل. وش تقول على لقاء السيابي صعيب برشة؟ شفت اليوم هذه ثالث مقابلة مع نادي الفريق سنسر، ما لقيت الفريق في وضعية صعيبة من ناحية البدنية من ناحية الذهنية من نواحي الكل، تدخل ترا ومارش ما تجمش في أسبوعين باش تبدل أمونتال ولا باش تبدل جاهزية متاع ملعبية. اليوم ما نشوفه في كل وضعية، الوضعية نتحملوها الناس كل، مش على مستوى الإفكتيف، على مستوى فما بلايس نقصين شوية، فما بلايس براتيكما ما فماش دوبلور، هذه الوضعية اللي كانوا ما تجم تتصلح كان بالعمل وما تصلح كان سيختو بالأمان.